الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من خطر يواجه العراق نتيجة التوجه العالمي للطاقة البديلة والابتعاد عن النفط والغاز كمصدرين تقليديين للطاقة. وأضاف الخبراء أن هذا التحول العالمي ينذر بكارثة حقيقية سيمر بها العراق خلال السنوات العشر القادمة، لا سيما أن العراق يعتمد على النفط لتوفير نسبة تتجاوز 90% من الدخل المالي لموازناته السنوية، وهو ما يعني كارثة محققة. قالت اللجنة المالية النيابية إن حكومة الكاظمي طعنت ببعض بنود موازنة العام الجاري، وأن البت بهذه الطعون سيتم خلال الأسبوعين القادمين. أضافت اللجنة أن الحكومة طعنت ضد قيام اللجنة المالية بحذف فقرات تخص أموالا ترى أنها فائضة عن الحاجة، بينما ترى الحكومة أنها مواد رئيسية، مشيرة إلى أن الموازنة سارية العمل وأن الطعن لا يؤثر بها إطلاقا إلا في حال صدور أمر قضائي. اتهمت شعبة زراعة الزبير شركة نفط البصرة ودوائر أخرى بتعطيل عمل العشرات من حقول الدواجن التي ما زالت قيد الإنشاء. وأضافت زراعة الزبير أن قاطع شعبة زراعة الزبير يضم أكثر من 60 حقلا لتربية الدواجن وإنتاج بيض المائدة، منها 6 حقول منتجة وأخرى لا تزال قيد الإنشاء، ومنها متوقفة أصلاً عن العمل بسبب إجراءات شركة نفط البصرة وتعطيل إجراءات التعاقد. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي عن قيدين يكبلان النظام الائتماني المصرفي، مؤكداً وجود 50 تريليون دينار خارج سيطرة النظام المصرفي. وقال صالح إن النظام الائتماني المصرفي يخضع إلى تراكيب معقدة، يتمثل قيدها الأول بارتفاع مخاطر استرداد الديون والتعثرات في تحصيل القروض الممنوحة والتي تبلغ 18%، في حين أن النسبة المعيارية العالمية للتعثرات لا تزيد على 3% فقط. وضمن محاولات التنصل من المسؤولية، قال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي إن هناك صراعا اقتصاديا حول المشاريع من قبل جهات متنفذة، لافتا إلى أن المحافظة لم تجني من قرار اعتبارها منكوبة سوى التصويت فقط. وأضاف الخفاجي أن هناك أكثر من 200 مدرسة متلكئة، وأن مجسر الإسكان من أهم المشاريع لكن الشركة متلكئة في إنجازه، موضحا أن أغلب المشاريع في المحافظة متلكئة وتحال لشركات غير جديرة باستلام المشاريع. قالت هيئة قناة السويس إنه قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة تعرضوا لأخطار جسيمة تتمثل في حدث تلف جسيم بالمعدات وتعرض عاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بالغة في سبيل إنقاذ السفينة إيفر جيفن والبضاعة المحملة عليها. وأضافت هيئة قناة السويس أن التكاليف التقديرية لتعويم السفينة من جديد بلغت أكثر من 916 مليون دولار، وأوضحت أن قيمة الخسائر المعلنة تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والروافع والزوارق المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها. إلى اللقاء.